بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني حاجة قليلة، لا تراعوا ما تخافوش، لا الأمر بين أنتم عبدت وعجل، هي مش كبيرة كبيرة، لكن تعاقبون على هذه الفعلة الشنيعة في حق الله. يقول مولانا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل هم قالوا وانت يا حبيبي يا حبيبي الأول عليك الصلاة والسلام تقول، وقولك أقرب إلى مرضاتي وقولهم أقرب إلى غضبي وأليم عقابي. يقول مولانا لنبينا قائدنا الأعظم عليه السلام، قل اتخذتم عند الله عهدا، أخي ربي عهدكم اللي تقولوا فيه ذاك هو الذي يرضي الرحمن وذاك هو الذي سيجري به العمل. يعني شوفوا الناس اللي قال لك احنا شعب الله المختار ان ينسبوا روحهم الى الله واختارهم الله على سائر خلقه، وبالتالي هما في ايه من ايات القران هما كانوا اسياد ايام كانوا اتباع الساده الكرام انبياءهم خاصه سيدنا سليمان وابوه عليهما السلام، سيدنا داود معروف بأمن إيماني وشجاعتي وبطولتي ونصره لدين الله، هو الذي قتل جالوت يعني بضربة بحجارة فجرت دماغه، دماغ الشؤم ودماغ الكفر ودماغ العنجهية، نسأل الله السلامة والكرب مصيرهم إذا كان واصلوا فيه مش يكون أبلغ 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 لنا، بأن الكرب عموما لا يستحقون إلا غضب الرب، لذلك شتت شملهم وقضى على بركاتهم و جعل أمرهم مكشوفا لدينا، أمر الشعب الظالم لنفسه الكافر لربي القاتل أهل ربنا سبحانه وتعالى، والسلام علينا أهل الإيمان.